صلاة التوجه، وهي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، مخاطبة، تنسى الكون، تنسى الدنيا بما فيها، تنسى بتتخلى عن نفسك، تنسى حالك، وتراقب أنك أمام الحجرة الشريفة تسلم على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي يسمعك ويراك ولو كنت في أقصى الأرض شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا. وهذا ما عم بحكي لكم يا خيالي أبني، هذه حقيقة، حقيقة ملموسة. نمت بفراشي وأنا مهموم من بعض الفجار، ما راح نحكي مين هن، الذين يدعون أنهم إيش مسلمين، بدهم يخربوا أعمالي. نمت مهموم حتى دمعتي في عيني وزوجتي بفراشي، والله لا تدري هذا الأمر ولا بتعرف أني مهموم ونزلت دمعتي من الهم. يجيني واحد عن صلاة الفجر، لأنه في موعد كان بعطين لي واحد يعني مفاوض عنهم، أنه يا بتترك الدرس يا روحنا بروحك. فهذا المرسال قلت له أنا بتيجي لعندي بعد صلاة الفجر، بعد ما أرجع من الجامع بستناك. فسبحان الله، قبل ما يجي لعندي المرسال تبعهم بيجيني أخ بيقول لي رأيت النبي في المنام عليه الصلاة والسلام بيقول لي روح لعنده وقل له ليش يبكي وليش مهموم ونحن معه. أنا ما عم بحكي لكم تفاخر ابني ولا رياء، والله يشهد بذلك، بس لحتى يصير لديكم اليقين أنه إذا بتكون بفراشك وبتصلي على النبي يسمعك ويراك. الله أعطى النبي ميزة غير البشرية. هذا يا ابني بس مشان يكون لديك اليقين. اليقين أنا ما بحكي لك قصة ألف ليلة وليلة ولا قرأت في كتاب، عم أقول لك صارت معي، والأخ اللي بلغني الرسالة ما زال حي يرزق موجود. اللي بيحب ياخذ عنوانه تليفونه نعطيه تليفونه يحكي معه، خليه يحكي له الحقيقة. فهذا الأخ بيشتغل بوطنجي، قال له يا رسول الله أنا في عندي صبة خليني صبها بعد صلي الفجر، بصب الصبة بروح لعنده بخبره. قال له لا، قبل الصبة بس تصلي الفجر بتروح دغري لعنده. مشان ايش؟ مشان قبل ما يصل المرسال. هذا لا بيعرف مرسال ولا بيعرف شو فيه. بيطرق علي الأخ بعد ما جيت من صلاة الفجر بيقول لي عايزك كلمة واحدة تفضل. فات قعد قال لي رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وحملني وحملني السلام وحملني وحملني كذا. وبعدين قال لي قل له ليش مهموم ليش مغموم ليش بكي ولا يهمه، نحن معه. كلمات يا ابني تثلج الصدر. أنا ابكي والأخ اللي عم يحكي لي يبكي. طيب أنا عم ببكي ما حدا عرفان بالقصة تبعي، انت ليش عم تبكي؟ قال لي من فرحتي بالمنام. ولما قلت له يا رسول الله أنا هلا في عندي صبة بعد الصبة، قال لي لا قبل الصبة. قال لي رد راح ورد رجع، قال لي لا تنسى قبل الصبة بتروح. مرتين رجع لعندي. المهم باختصار قلت له الله يجزيك الخير، وصلت الأمانة وبلغت والله يجزيك الخير. وإذ هو عندي وإذ بفوت إيش المبعوث من قبلهن. المبعوث من قبلهن هو خادم الجامع بيحبني وبيريدني ويعني صافف معي وبده الدرس يبقى بالجامع، بس هدونك بدهن يشيلوا الدرس تبعي ويحطوا الدرس تبعهن. والدرس تبعهن الحارة كلها بتكرهن وبتكره دروسهن وبتكره أعمالهن. والله ابني أنا ما بحكي لكم إلا بس لحتى تزدادوا يقين برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه روحانيته إيش معنى بتحس فينا. المهم المفاوض قلت له شو بدهن بعطيناك؟ إنه هو من المساء بعد ما خلص الدرس قال لي أنا عايزك. حسيت أنا إنه بعطينه، قلت له بكرة بعد الفجر تجيني. فباختصار قال لي عم يقولوا هذول يا أخي الدرس يا بتلغيه يا أما بروحك بروحهم. قلت له هلأ أنا
أنا هون لما نجاني الدعم سيد الخلق عم يقول لا ينهم نحن معه ولا يهمه ما بعرف شو، ما عاد سألت عليه ولا قلت له والله، قلت له روح قلهم يبلطوا البحر، وإذا كمان يدقوا روسهم ما بس الأربع حيطان بستقفوا الأرضية بصيروا ستة، يدقوا روسهم بست حيطان وطول بالك عليهم أسبوع أسبوعين شوف راح شو راح يصير فيهم. هيك الله أنطقني هالكلمة، والله والله ماني عارفان شو راح يصير فيهم أنا، لكن ما زال النبي داعمنا صلى الله عليه وسلم ونته داعم الله، ما حدا راح يوقف عدو. الله وكلكم يا أخواننا. المهم راح خبرهم وبدأت بعد 8 أيام يمكن أول واحد دعسته سيارة، ثاني واحد وقع عن الطابق، الثالث رابع انكسر زره، الثالث بده إيش ولي من الأولياء قال هذا مو ولي، هذا لازم نحفر عليه بيكون هذا كنز يهودي، احفروا احفروا حسوا الجيران عليه. المهم اجوا أخذوا تبع ما بعرف شو السياحة تبع شو، يعني فات قد الحوت طلع قد الثعلب، ضربات الله. تبع الجامع يا شيخ عرفت هدول اللي كانوا يأذوك شو صار فيهم؟ قلت له ما بدي لا يأذوني أنا تاركهم. إيه اللي صار كذا صار كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. الله لا يشقينا يا ابني، اللي بناطح دين الله ابني يا ناطحا جبلا ليوهنه، اشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. فابني هذا الموضوع أنا بس ما فتحته إلا بس من أجل أن تزداد يقين أنه رسول الله مو غايب عننا. سمعنا من فضيلة شيخنا الله يرضى عنه قدس أسرار هون، قال ابني واحد بزمانه مرته بدها تولد وقالت له جيب لنا شيء للداية بدنا شيء نحلي بكذا، يعني شو ما كان بدي أكل، الولادة بدها تأكل وما معه شيء أبدا. فات على الغرفة الثانية علق المشنقة بده يشنق حاله، مرته قالت له طيب جيب لنا هلا أبو شيء جيب لنا شوية مي، كانوا يجيبوا المي من الحنفيات بالطريق. المهم طلع بده يجيب لهم أكل يجيب لهم مي، وإذ بيشوفوا واحد بالشارع، مرحبا يا أخ مرحبتين أنت فلان؟ قال له إيه والله أنا فلان، فلان فلاني كذا كذا، قال له إيه تأكد، مدد على جيبه قال له أخي هي 5000، رأيت النبي بالمنام عليه الصلاة والسلام بيقول لي روح على المكان فلاني في واحد هيك 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 وفي بإيده صحن وفي بإيده كذا علامته اسمه كذا تعطيه 5000 حالته ضيقة. قال له أخي هي 5000 اللي وصى فيها النبي، وهي مني أنا 5000 لأني رأيت النبي ببركتك. صار يبكي والله ما حد أدري فيه، مرتي ما عرفانة فيه، دايم وعرفانة شو رح ساوي، ناوي يجيب لهم مي أو يجيب لهم شي شغلة هيك ويعلم مشنقة حاله يشنق حاله، ما فينا حد عم يدينه ولا معه شيء. ضاقت الأمور مع العلم أنه هذا خطأ. فيا ابني يعني هاي الأمور يجب أن تكون معكم مثل ما أنتوا شايفيني وشايفكم.